بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعلى اسمه نتوكل، منه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد والنجاح. فسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، نحييكم بأجمل تحية صباحية من هذا الموقع الرياضي من أرضية ميدان السيح صبرة لسباقات الهجنة العربية الأصيلة، حيث أن برامجنا اليوم خصص لسن الإذاع وسن الإمتاع، 6 كيلومترات حاضرة بالإثارة بعشرة أشواط، وأيضا عبر جائزة الديوان صاحب السمو رئيس الدولة، ومتابعة من قبل اتحاد سباقات الهجن، حيث أنها تتواصل هذه التحديات بعشرة أشواط أيضا لسن الإذاع، 10 أشواط تتوزع ما بين الأبكار والقعدان المحليات والمهجنات الأصائل. ينطلق أول الأشواط، أول التحديات الأولى في هذا الصباح، وتنطلق أيضا الإثارة في هذه اللحظات. ناخذ مقدمة الشوط والمركز الأول، بلقى وعد مع المركز الأول، راشد بن عبد الله بن مبارك الشامسي هو من يقدم وعد مع المركز الأول في هذه اللحظات، وبهذا الانطلاق المستمر أو رغد مع المركز الأول في هذه اللحظات. بينما المركز الثاني في هذه اللحظات تقدم من حاف وسعيد بن سرور بن سعيد الكتبي، احتلت المركز الثاني. المركز الثالث في هذه اللحظات تتقدم الوسمية عبد الله بن خلفان بن مطر الشامسي، احتلت المركز الثالث. المركز الرابع تتقدم في هذه اللحظات وبهذه الإثارة بلقى صايلة، يقدم حمدان بن راشد بن سالم الشامسي، احتلت المركز الرابع. المركز الخامس، وصل الندى في هذه اللحظات مع خامس المراكز، وتتقدم في هذه اللحظات وتأتي ذيبة راشد بن خميس بن سيف الحساني، احتلت المركز الخامس في هذه اللحظات. المركز السادس تقدم في هذه الإثارة وبهذا الحضور بلقى مشاهد الكرام، اللي هي نسيم وسيب بن سهيل بن كلثم الخيلي، يقدم نسيم مع سادس الأسماء. والمركز السابع في هذه اللحظات اللي هي غازية مبارك بن محمد بن مسري الهاملي، احتلت المركز السابع. المركز الثامن تتقدم في هذه اللحظات اللي هي الضبي وسالم بن عبد الله بن مطر الرشيدي، احتلت المركز الثامن. المركز التاسع في هذه اللحظات اللي هي صوغو وسليمان بن بخيت بن سعيد البادي، احتلت المركز التاسع. والمركز العاشر في هذه اللحظات تتقدم اللي هي سراب السالم بن سليمان بن حمد، ايضا ياتي كذلك بدوره في هذه اللحظات القعنوني، نعم يتقدم في هذه اللحظات على مستوى المركز العاشر. هذه هي نتائجنا للمراكز العشر الاوائل في هذه اللحظات، وبهذا الاندفاع والتحدي والإثارة ما شاء الله وتبارك الرحمن. ولكن بعود إلى الصدارة، إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول في هذه اللحظات التي تتسيد الموقف في هذا الانطلاق وبهذا الإبداع المستمر مع أول انطلاقات هذه الأسماء وهذه الشعارات من القبائل التي حضرت في هذا الانطلاق وبهذه التحديات الرائعة والجميلة. ولكن بعود إلى الوسمية مع المركز الأول، تتقدم الجموع في هذه اللحظات وتنطلق بهذا الانطلاق ما شاء الله. يقدم الوسمية عبد الله بن خلفان بن مطر بن كنه الشامسي مع المركز الأول في هذا التحدي وبهذا الانطلاق الرائع والجميل. بينما المركز الثاني في هذه اللحظات التي تتقدم رغد راشد بن عبد الله بن مبارك الشامسي، احتلت المركز الثاني في هذا الانطلاق. المركز الثالث حضور وتقدم في هذه الإثارة مشاهدين الكرام، وبلقى مع المركز الثالث اللي هي الصايلة، يقدمها حمدان بن راشد بن سالم الشامسي، ياتي كذلك بدورة حاضرا في هذه اللحظات وبهذا الاندفاع. السعيدي بن سرور الاكتبي حاضرا مع من حاف، احتلت المركز ايضا الرابع في هذا الانطلاق وبهذه التحديات الرائعة والجميلة مع أول الأشواط، أول التحديات الأولى الصباحية ما شاء الله مع هذه الأسماء ومع هذا التواجد والانطلاق الرائع والجميل ما شاء الله. أشوف أتابع المركز الخامس في هذا الانطلاق وبهذه التحديات، نسيم
تتقدم في هذه اللحظات وسيب بن سهيل بن سيب بن كلثم الخيلي غيرت واحتلت المركز الخامس في هذه اللحظات وبهذا الاندفاع المركز السادس. شوف التقدم والحضور مع ضبي سالم بن عبد الله بن مطر الرشيدي احتلت المركز السادس في هذا الاندفاع وبهذا التحدي المستمر بينما تابع سرابة وسالم بن سليمان. القعلوني ياتي كذلك بدوره في هذه اللحظات وبهذا الاندفاع والتحدي تابع للشعارات الاخرى تابع للشعارات الاخرى في هذه اللحظات وبهذا الاندفاع مع هذا ايضا الانطلاق الاول الصباحي مع هذه الدلل التي حضرت في هذا التحدي وبهذا الابداع المستمر ما شاء الله وتبارك الرحمن. ولكن بعود الى الصداره بعود الى مقدمه الشوط الى المركز الاول ما شاء الله والذي مسيطره كل السيطره الوسميه مع المركز الاول. تتقدم القبوح في هذه اللحظات وبهذا الاندفاع ما شاء الله عبد الله بن خلفان بن كنه الشامسي ما شاء الله. شوف الوسميه وشوف اندفاع الوسميه رغد مع المركز الثاني تتقدم في هذه اللحظات وبهذا الاندفاع راشد بن عبد الله بن مبارك الشامسي كذلك حاضرا مع رغد على مستوى المركز الثاني في هذه اللحظات وبهذا الاندفاع المركز الثالث. شوف تابع وشوف التقدم في هذه اللحظات من خلال تواجد بن حاف السعيدي بن سرور بن سعيد الاكتبي احتلت المركز الثالث في هذه اللحظات. نسيم تتقدم على مستوى المركز الرابع وسيف بن سهيل بن كلثم الخيلي يقدم نسيم في هذه اللحظات وبهذا الانطلاق ما شاء الله. شوف التحدي وشوف الإثارة في هذا الاندفاع وبهذا الابداع مع اول الاشواط اول التحديات الاولى الصباحيه وهذه هي الوسميه هذه هي الوسميه 1200 يفصلنا عن الوصول عن العبور نحو خط النهايه والوسميه مسيطره على مقدمه الشوط مع المركز الاول في هذه اللحظات. عبد الله بن خلفان بن مطر بن كنه الشامسي مع المركز الاول هو من يقدم الوسميه الكيلو والمتر الاخير في هذه التحديات وبهذا الابداع المستمر. ولكن الوسميه على مقدمه الشوط وسلاله الوسمي غنيه على التعريف ما شاء الله. شوف الوسميه وشوف اندفاع الوسميه في هذه اللحظات على الصداره على مقدمه الشوط مع المركز الاول. نسيم تحاول ورغد كذلك وتقدم مع سرابه يا سلامي على هذا التحدي والابداع المستمر. والوسميه لا زالت مسيطره والعصافة الابطار ما شاء الله تبارك الرحمن اوامر خفيفه مشاهد الكرام مع الوسميه هي مسيطره كل السيطره على مجريات امور هذا الشوط ما شاء الله. نص الكيلو والمتر الاخير والتحدي المثير في هذه اللحظات وبهذا الاندفاع ما شاء الله. هذه هي الوسميه على مقدمه الشوط مع المركز الاول. لكن نسيم تحاول مع اللحظات الاخيره نسيم ولا الوسميه مسيطره على مجريات امور هذا الشوط مع المركز الاول. ونسيم تحاول شوف المحاولات مع الامتار الاخيره والحسبه في هذا الصباح الوسميه من بدايه الانطلاق حتى هذه اللحظات. ولكن نسيم تحاول حتى النهايه نراقب وين الناموس يعبر والوسميه مسيطره الوسميه ولا نسيم يا سلام. شوف أراقب خط النهاية ما شاء الله ما بين الثنتين ما شاء الله وتبارك الرحمن. شوف أتابع المركز الثالث في هذه اللحظات والتقدم مع رغد راشد بن عبد الله بن مبارك الشامسي. المركز الرابع كانت سرابة وسالم بن سليمان بن حمد القعلوني والمركز الخامس كان الوصول من خلال تواجد الظبي سالم بن عبد الله بن مطار الرشيدي. هذه هي نتائجنا مشاهدنا الكرام في هذه اللحظات وتوقيتنا الزمني توقيت الزمني 9:29. تهانينا والناموس مشاهدنا الكرام ايضا للمتابع للمركز الاول والثاني مع اعضاء خط النهايه وموافاتنا بصاحب المركز الاول.